طيب الطريق اللي عليه الدور النهارده هو طريق مدينة المستقبل. مفترض ان انا هزم فيه المطور في وضع المرآة. انا بدخل في دقيقتين 29 ومطور دقيقتين 34، فرق 5 ثواني بحالهم. ماشي كده مفعل. تمام، عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ ان شاء الله النهارده هحاول اهزم المطور بقى في وضع المرآة. تمام، طبعا المتعه كلها في وضع المرآة نفسه، مش اللي انت تهزم المطور بس. المطور ده بيزودها صعوبه عليك، فبتبقى الدنيا حلوه يعني. فيلا بينا بقى نشوف انا هعمل ايه بالظبط. مش عارف تبقى التجربه عامله ازاي. يلا بينا، يلا اول تجربه. وضع المرآة كله ممتع، وخصوصا اول تجربه دي بتبقى امتع حاجه فيها كلها. فيلا نشوف اول تجربه. ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب والحاجات الحلوه دي. يبقى دياد هوبا. طبعا هنا بقى هبتدي من النص لليمين مش للشمال، وبعد كده هتلخبط بقى هنا. فيني منين يودي على فين انت مش عارف، والقطر هيجي منين. ماشي ماشي، انا ماشي كويس. المفترض ايوه السرعه على الشمال مش على اليمين. ولا ماشي ماشي. لا لا لا، وحش قوي وحش قوي. نعدل كده. عامه انا هجرب لفه كامله الاول كده، اشوف الطريق كله عامل ازاي في وضع المرآه عشان احفظه، وبعد كده اهزم مطور ان شاء الله. او لا، السرعه راحت مش مشكله. ماشي ندي كده، ادخل بقى يمين في شمال، مش شمال في يمين. ايوه بعد كده خلينا نجنب ناحية الشمال. الشمال ماشي. لا صعب، لسه صعب شوية، لسه هاخد عليه. ماشي عامة دي أول لفة، بنجرب تاني. هوبا يلا بينا اعمل حاج. ماشي حلو قوي. يلا ليه ماشي، يعني بحاول احفظ منه شوية اهو. استنى ده مطور يا طبعا، ماليش دعوة بنسختي القديمة، انا كل التركيز على المطور. كويس، الحتة دي بدأت تبقى حلوة معايا اهو. ولي ماشي اعدل بقى. ماشي بعدل على واسع اوي كده، المطور هيجيبني اهو. استنى اهو، ماشي في تقدم، في تقدم برضه، في تحسن وفي تقدم. ولي ايوه كويس كويس، انا ماشي مع المطور اهو. و ها الحاجات اللي بتجري دي. عامة انا ماشي مع مطور، دي حاجة حلوة جدا. بس هنا بقى عادل ماشي، انا ببقى خايف افقد السرعة الصراحة. الوضع غريب مريب، غير لما تتفرج عليه يعني. انت بتلعب كده بيبقى احساس صعب، لان انت تبقى عارف انت المفروض تقدر تطرد تحوت اليمين، وبتلاقي فجأة ان انت مفترض ولا تحوت شمال اهو. مفترض بص رايح على السرعة اليمين، ومفترض على السرعة الشمال، اروح ناحية الشمال انا. ما علينا ما علينا، ضم هنا كويس، ضم كويس. ماشي عامة الفرق بيني وبينه مش كبير. ولي ماشي ماشي، الفرق بيني وبينه ما يكملش ثانية. لا فقدت السرعة. حلو يا سلام يا جدعان، انا نفسي افتكر ان انا مفترض اخد السرعة اللي على الشمال دي. ماشي حاول بقى اظبط الحته دي شويه كده. ايوه يا سلام ماشي. لا اعمل اعمل تربو بسرعه. حلو قوي. طبعا انا فرق ايه يعني، مش فرق قوي. يعني انا في النص ما بين المطور وما بين نسختي القديمه. المطور هيجيبني وخلاص. استنى لا، ولا طبعا هكمل على كده بقى، هكمل على كده وهزمك على كده. كويس. خد ياد المطور ياد. ماشي فلت فلت مني، بس انا كده يعني لو ما اتخبطش الخطه دي كنت ممكن اهزمه بكل سهوله ان شاء الله. ماشي مش مشكله، اتعطلت تاني. هوبا يلا بينا بقى. واحد اثنين، واحد اثنين ثلاثه. خلاص يا جدعان، طالما حفظت الطريق المرآة كده الدنيا حلوه. طبعا مش هجيب افضل رقم يعني، بس هزم مطور ان شاء الله. وهحاول برضه اهزم مطورين كلهم في كل الطرق يعني. وضع المرآة ده بقى هزمت مطورين في العادي وفي وضع المرآة. انا مش عارف انا بقول ايه، بس انا اركز بس كده.
ايوه حلو قوي. يعني انا عايز اهزم المطورين في كل الطرق دي، هزمتهم خلاص. في وضع المرآة بقى دي اللي هنهزم، في هزم المطورين في كل الطرق في وضع المرآة ان شاء الله برضه. يبقى السلسلتين خلصتهم. ماشي يا عم البتاع انت وهو، مش عارف لازمتكم في الحياة. حلو قوي. ولا استنى الحتة دي خلته يجيبني، مش مشكلة مش مشكلة، حاول افرق عنه تاني بقى واظبط اخر حتة. طب انا كده في السليم. ولا يا عم روح ناحية الشمال. ماشي تضم هنا كويس. حلو قوي زي الفل زي الفل يا جدعان زي الفل. هنا خلي بالك بقى عشان بتخبط هنا. ابعد. ايوه ماشي ماشي ماشي. حلو قوي. هو كده فاضل بس اخر حته اللي معصلجه معايا. عدي اتفضل اخر حته خالص اللي هي الحته دي اللي بيجيبني فيها. حاول اظبط شويه. ماشي حلو. لا عدي قدام القطر بقى كده. ايوه 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 اللفه الاخيره وانا فارق عنه شويه. حلوين على الخريطه حتى باينه ايه. يا سلام هنا رحت للسرعه بتاعتي مظبوط. ماشي ماشي ماشي. اعدل اعدل ما علينا. لا ده انا فرقت عنه حبه حلوين على الخريطه. هو كان بيتعطل ولا ايه؟ ما علينا. حلو يا سلام. ان شاء الله المره دي خلاص بقى كده اهزمه. ما كانش صعب ولا حاجه. ثواني بس مش عايز استبق الاحداث. اهزمه بعد كده اقول ما كانش صعب. ايوه ايوه ما كانش صعب خلاص. اوه على دقيقتين 31 ثانيه يعني فرق 3 ثواني عن المطور. يا سلام تمام. هزمت المطور اهو في وضع المرايه في طريق مدينه المستقبل. الطريق سهل ومطور سهل، بس الطريق بينرفز شويه اللي انت ممكن تتلخبط شويه في ان هو طريق طويل لازم تحافظ على سرعتك طول الطريق. بس هو بقى مش صعب برضه. بس كده وكده اكون خلص فيديو النهارده. استنوا الفيديوهات التانية جايه كتير ان شاء الله. ويلا سلام.